لو أننا نظرنا بتجرد لحياة سيدنا محمد لظننا أنه يعكف طيلة عمره على الأحزان. لو تعامل مع الموت كما نتعامل نحن اليوم لأمضى حياته في الأحزان، ولخرج عن وظيفته، لخرج عن رسالته، لكأن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سلسلة من الأحزان، لكن حقيقة كانت سلسلة من الإنجازات. لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحزن يمشي في سياقه، نعم في يوم ما يجلس أمام قبر أمه وينفجر بالبكاء حتى يبكي من حوله، نعم، لكن ذلك الحزن يبقى في عمق القلب، قد يخرج برهة ثم يرجع إلى مستقره لتمضي الحياة، فالحي أبقى من الميت.